الأمم يوم الاثنين أمام المنتخب التونسي، أجرى هذا المساء المنتخب الوطني حصة تدريبية عرفت مشاركة جل العناصر الوطنية، وكانت الأجواء تعبر عن حماس اللاعبين لتسجيل نتيجة إيجابية أمام تونس. من ليبروفيل هذه مرسلة لعبد الحق شراط، عبد الفتاح الزوين والمهدي العيسي. المنتخب الوطني المغربي الذي يشارك للمرة 15 في نهائي كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم اكتملت صفوفه بعودة اللاعب أسامة السعيدي لمستوى المعود على مستوى اللياقة البدنية بعد أن بدأ يتشافى تدريجيا من الإصابة التي ألمت به مؤخرا، وقد شارك زملائه في الحصة التدريبية لهذا اليوم، الشيء الذي خلق أجواء رائعة في محيط الفريق الوطني الذي تسوده رغبة جامحة للتألق في هذه الدورة. الإصابة ديالو نقدر نقولوا بأنها برات واحد 80-85%، نتمنوا باش يكون حاضر، مي مازال كاينه هناك شكوك، ونتمنوا باش من الغدا ان شاء الله ناخذوا القرار. بصفه لجميع اللاعبين الحمد لله بصحه جيده، وهما جميعا حاضرين في التدريب، ما كاين حتى شي مشكل، ونتمنوا باش نبقاو هكا حتى المباراه الاخيره ان شاء الله. الانظار في هذا العرس الرياضي الافريقي الكبير ستتجه لكره القدم الوطنيه بفعل القيمه الكرويه للعديد من اللاعبين، سواء منهم المخضرمين كالمياغري خرجة بدر القاذوري والشماخ أو الجدد الذين قدموا مستويات كبيرة في اللقاءات الأخيرة. الإطار البلجيكي غيريتس خلق أجواء خاصة داخل المجموعة، فالانضباط والعطاء بسخاء والمرضوضية هي العوامل الأساسية للأخذ الرسمية، مما رفع من قيمة التنافس بين اللاعبين، وهو عامل إيجابي لدعم المعنويات من أجل تقديم عروض جيدة داخل المجموعة الثالثة. الظروف جيدة، إقامة جيدة كذلك، والكرة الآن في ملعب اللاعبين. استقبلنا جيدا، نحن هنا لنكون في الموعد، والبداية مع تونس، يجب الاستمرار داخل هذه الأجواء الرائعة. رحلة الأسود في هذا العرس الكروي الإفريقي الكبير ستبدأ الاثنين القادم أمام تونس ثم الغابون في النيجر، فكل الأمل أن يكون زائرهم هذه المرة مدويا في دورة ستكون بالتأكيد حافلة بالعطاء بفعل نجومية العديد من اللاعبين الذين سيؤتتون فضاءاتها. بتركيز كبير ومعنوية عالية يواصل هنا بالعاصمة الغابونية ليبروفيل عناصر المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم سلسلة استعدادات مكثفة ترقبا لبداية مشوار موفق بإذن الله في منافسات كأس إفريقيا للأمم في دورتها 28. طموح